Mesdames et Messieurs, votre attention. Nous allons commencer avec la cérémonie de remise de dons des médicaments. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique. Excellence, Madame la ministre de l'Action sociale. Monsieur le représentant du pays islamique de relief. Monsieur l'inspecteur général. Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique. Monsieur le directeur pays, relief islamique. Mesdames et messieurs les directeurs techniques et financiers du ministère de la Santé publique, messieurs les délégués, distingués invités en vos rangs, grade qualité et tout protocole observé, pour cette cérémonie, permettez-moi de vous présenter rapidement le programme. Vous aurez en premier lieu le mot du directeur pays islamique de relief, après quoi interviendra l'allocution de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, représentant son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence. Après l'intervention de son Excellence, nous allons procéder à la remise officielle de l'eau de médicaments. Après la remise, nous allons visiter également le dépôt des médicaments et la cérémonie prendra fin par la photo de famille. Voilà le programme de notre cérémonie de ce midi. Sans plus tarder, Excellence, avec votre permission, nous invitons le directeur pays islamique relief à venir prononcer son allocution. Nous acclamons plus fort pour accueillir devant le micro le représentant islamique relief. Je m'excuse, c'est le fondateur de l'organisation. Merci. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد وزير الصحة العامة، السيدة وزيرة المرأة وحماية الطفل ووزيرة المرأة وحماية الطفل، السادة الحضور، السادة أعضاء الحكومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى على تسليم شحنة من الأدوية من أجل أخواننا وأخواتنا في تشاد. وده واجب علينا في الإغاثة الإسلامية إنها تعمل من أجل إسعاد أبناء الوطن التشادي العزيز المجيد. من التاريخ نجد إن تشاد من أولى الدول اللي تلقت لاجئين حتى منذ القرن السادس الميلادي، حينما هدم سد مأرب أتى العرب من اليمن إلى السودان إلى يعني شمال جنوب مصر الى مصر الى تشاد، واستقروا وادخلوا اللغه العربيه هنا. لذلك هي اللغه العربيه تعتبر احد اللغتين الاساسيتين في تشاد. فنشكركم على استقبال العرب منذ حوالي 1400 سنه واكثر، ونشكر تشاد مره اخرى على استقبال ما لا يقل عن 600,000 لاجئ من نيجر نيجيريا ومن الكونغو الديمقراطيه ومن السودان ومن وسط افريقيا، جمهوريه وسط افريقيا. ونشكركم شكرا جزيلا على هذا، لان في دول عظمى كبيره لا تستطيع ان تستقبل مثل هذه الالاف من اللاجئين التي تحملهم وتكبد العناء من اجل اقامتهم هنا في دوله تشاد. كلامنا اليوم كمؤسسه ان نريد ان نبني تشاد سويا. نبني تشاد فبمصادرنا الطبيعيه اللي موجوده، بسم الله ما شاء الله. ونشكر سيادة رئيس الجمهورية على أمر مهم جدا، إنشاء إدارة لمحاربة الفساد. إنشاء إدارة لمحاربة الفساد لكي نستطيع من خلال محاربة الفساد أن نبني وطننا بناء قويا شامخا. نبني تشاد بتمكين المواطن وتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المجتمع المدني كذلك
ونشكر الحكومة أيضا لوجود لها رؤية، لأن تشاد تعتبر منطقة ليست لها ميناء لا على البحر الأحمر ولا على المحيط الأطلسي. في برنامجها في خط في بناء السكة الحديدية إلى بورسودان كان يطل على البحر الأحمر، وكذلك من خلال بنين ومن خلال الكاميرون اللي كان يطل على المحيط الأطلسي. ونبني تشاد مع بعض سواء بالتعليم وبناء الاقتصاد المحلي وبناء أجيال واعية واعدة من الشباب والشابات. ونبني تشاد بالتنوع الثقافي والتنوع العرقي والتنوع الديني والتنوع القيمي والتنوع اللغوي في أيضا في بناء تشاد. ونبني تشاد محط التطرف والإرهاب، ونشكر الحكومة أيضا فإنها أصبحت لها مؤسسات وإدارات قوية لمحاربة التطرف والإرهاب الذي يأتينا من دول أخرى إلى بلادنا. ونبني تشاد أيضا بمحاربة الجفاف والتصحر والتغير المناخي سويا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونبني تشاد أيضا بالمحافظة على اللحمة الوطنية والبناء المجتمعي القوي السليم إن شاء الله. ونبني تشاد بالحب والعشق والعلم والعمل، ونجعل تشاد من أقوى الدول ليس في أفريقيا فقط بل في العالم كله. الإغاثة الإسلامية تعمل هنا منذ 12 سنة، أتمنى أن تأتي بكل الخيرات من أوروبا وأمريكا والدول العربية إلى آخره إلى آخره إلى آخره، حيث أن لها أكثر من 40 مكتب في 40 دولة في العالم، وأسست منذ حوالي عام 1984 في المملكة المتحدة في مدينة برمنغهام، ولها مكاتب في فرنسا وبلجيكا وهولندا وأمريكا وكندا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وفخر للإغاثة الإسلامية أن تعمل في دولة تشاد، وفخر للإغاثة الإسلامية أن تعمل مع الجمعيات المحلية في تشاد، وفخر للإغاثة الإسلامية أن تعمل مع الحكومة التشادية وتعمل مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي. نحن نشكركم، وأتمنى أن لا تكون هذه الشحنة هي الأخيرة، هي الأولى إن شاء الله، هي الأولى وإن شاء الله هي الأولى وليست الأخيرة. ونشكركم جميعا في هذه الاحتفالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, c'était là le mot de fondateur Islamic Relief. Mesdames et messieurs, à présent nous allons accueillir devant ce micro le représentant de son excellence le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence. Excellence, monsieur le ministre, vous avez l'honneur de venir prononcer votre allocution. On acclame plus fort, mesdames et messieurs, pour accueillir son excellence, monsieur le ministre. الوزيرة وزيرة المرأة والحماية الطفلة، سيدة الدكتور رئيس المنظمة للعقيدة الإسلامية، وسيدة الدكتور حجار، إخوة الدكاترة، رئيس مدير العام للسيبيا، وبعدين سيد الأمين العام للتفتيش وأمين العام للوزارة، وكل الإخوة من الدكاترة ومن المثقفين ولا من الفارماسيا الصيدلية ولا ما كده إن شاء الله. جينا هنا اليوم احتفلنا لحاجة مهمة كثير جدا. جينا أول أنا نكلم باسم بتاع وزير الدولة أمين العام للرئاسة. عندنا حاجات اثنين علمتنا اليوم. الملمة الأولى كيف نشكر الدكتور هاني البنا الرئيس للمنظمة الأخضر الإسلامية. الراجل ده نوع الحظ لمينا اليوم، نوع الحظ، لو ما كده رسل شحنة والشحنة وصلتنا اليوم، وصلتنا في أيام كده. الشحنة متكونة من أدوية للشعب حق
تشاد أدوية قيمتها 95 مليون ريال فرنك. بعد ما فتحنا الكونتينر لقينا الأدوية دي. بعد ما لقيناها قلنا ما نودي الوقت الأدوية ده طوال الناس عن الصيدلية ده كيف يقسموا للناس الحسة محتاجين. الناس الحسة محتاجين ده اللي كوارث كوارث من الوباء عن الفيضانات عن الألمي الأيامات ده بيقولينا ونعرف المدن دي يا تمن بعدين نذكركم لهم. بعد ما قابلناهم قبل ثلاثة يومين في المكتب بتاع الوزير حق الصحة قلنا لهم يا هو الدواء حقكم ده لقينا الدواء حقكم ده انتوا قلتوا يمشي في كل مدن حنشات نودوه في كل مدن حنشات لكن حس حاليا عندنا مشاكل في المدينة الفلانية المدينة الفلانية عندهم وباء عندهم كوارث عندهم كوارث ناتوريل ناتوريل قاعدين في المدن الفلانية دي ونجوبوا بحضور حناناتكم أي مكان كارثة البقدة ننتم طن واحد وتلتمية كيلو قالوا لنا أحلا وسحلا أنتوا الحسة جبنا لكم ده مكان الكوارث بقد وبعدين نجيب لكم آخر كله نجيب آخر وآخر وآخر أن إحنا أول بأول كده نجي أن القدة ذاتها ما نعرفه وجينا وفكينا معاكم وحمام الرسلنا ده كل لقينا عشان ده نشكر الناس المسؤولين بالسبيع لأن حفظوا تمام للدواء ده كان أول جو وما لقوا بسبب لنا مشكلة والحمد لله هم انفرهوا لأن لقوا الدواء ده كل قاعد طوالي قسمنا للستة بكان حنا حس حاليا عندنا مشكلة يعني هو موين كبير وست موين كبير أست من ضمنهم ليري بالا بنغور عندنا بركو من ضمنهم فيا عندنا هجر لميس عندنا سيلا عندنا سلامات ده الخبر جانا أمس بس لكن حقهم كلنا انتم لكن قبل أسبوع كمان ما نسينا الناس اللي بيجوا فوقهم كوارث يا هم من ضمنهم فدا كلايد آتي تيبستي يعني بالشكل ده كن نسيت عزينه نسيت واحدة عزينه لكن المشكلة قالوا خلاص ندوهم سلامات ده ما لقينا فرصة لكن إن شاء الله في 24 ساعة البجدل قبل ما أنباكر ده حقهم ذاته نحط لهم جيت حس سميت الكلام عن الدكتور حاني الكلمة بيتشات لأن كلام عجيب كلام يعني سبحان الله لأن قبل 1400 سنة تشاد أراضي حنا تشاد الحسة قاعدة ده فتحت أبوابها كلها وجوها ناس جاريين بفتشوا مكان عشان بقودوا خلاص تشاد قبلتهم يعني وكده ما اسم تشاد لكن طرف حنا تشاد ده قبل الناس ده كلها الناس في 1400 سنة ده يعتمن ما عنينا دول بس ولا ولا ناس آخرين ديل عنينا دول بس علينا علينا الحسة قاعدين ده علوم تشارك ما عند الدم حنا نادم جاي من النيل ده قاعد وا تشادي بس ما عند الدم حنا ناس جايين من مصر فيوا تشادي بس ما عند الدم حنا ناس جايين من الخليج من اليمن ومن السعودية علوم ما في في المفروض علينا ده كلنا بيجينا شعب واحد من لاتشاد للنيل نمن لتراب حنا حنا بنادي شنو التراب ده حنا الدكتور ساعدني شويه يا راجل تراب الشام تراب الشام الشام والنيل نمن لتشاد ده علينا بيجينا بلد واحده في المفروض قالهم دمنا ذاك الشالو ودسوا في لابوراتوار وفتشوا والله ناس كثير نص عن الشادة عندهم دم جاي من مكان ده كله شوفوا الشعوب ده كيف تبقى واليوم احنا بقينا محتاجين زمان شادة من لاك شاد من للنيل ده استخافوا عن العالم كله قاعد في المكان ده مكان ده عند بدن عند أكل عند شراب عند مال عند كل شيء وعند كل صحافات من لاك شاد للنيل واليوم ده كمان أن إحنا محتاجين في حواجدنا ده يا هو أخواننا ديل جونا
والله بكل صراحة أمس وقت اشتغلت مع الجماعة ديل قالوا عليهنا كدر شات إن دا خيمة دا نعرفه وعليهنا شات دا تقدر تبقى دولة خنية وخوية والناس كلها تتركز الدول كلها تتركز فوقها دا علينا كلنا نعرفه لكن بس الحروف أنا 40 سنة دا شوية تعبانة وحس الحمد لله نشكر الحكومة ونشكر الرئيس إدريس ديبي إدنو ألوم كل جيراننا ده عندهم مشاكل اليوم ده شادة الحمد لله أنا لو في جف شادة بقدر بإيش طوالي ألوم تغل أنا تيريس ما ده كله ما عندنا ليه عندنا أمن ده نقوله الحمد لله الأمن ده ما جا ساكك الأمن ده جاء بالجيش التشادي جاء بالنظام حنا التشادين وبرأسهم كمان الرئيس حقنا ده ما بنوم فجر وعشية كله قائد واقف لكن اليوم الكوارث اللي جينا ده كمان ما مننا عنينا ده رب العزة ده مخير في أراضي بكان هو دوره ده بسبي بكان حسك جاب علم ده علينا نقوله ده مصيبة كبيرة لكن الله بعرفه وتكره شيئا فهو خير لكم أنهم سهي ناس جاء الفدانات جو ناس ماتوا ناس شنو لكن فرا ورايا أكون إننا خمم آخر الله بيجيب لنا بالحاجات دي ما نعرفه الله كما كان شغل سودة نقوله خير بس خير الله شغل سودة خير لكن أنا إحنا كإنسان كمان نربط سلومنا ونقسمه لعندنا أنينا في الوزارة اليوم أنا الصحة ده أن نقدر ننطو ده ياهو الدواء لكن الحكومة كونت لجنة اللجنة دي في رأس الوزيرة أرجون جلال المسؤولة بالمرأة والحناية عن الأطفال ده هي نلم في مكانة وقاعدين نفكروا كيف الناس ده كل نود لهم أكل نود لهم دواء نود لهم اسمه شنو ده طنط خيم عشان ما يقعدوا في الحراي والكلام ده كله أمس الوزيرة أرجون لاقتهم وقال لهم يا هو مشكلتنا ده مثل ده اليوم شعبنا بكان اللي بيجي فوق كوارث ده كان تقدر تساعدونا فوق ده بيساعدنا كثير وكلامنا ما نكلموا كلام قاعدين نكلموا ما كلامنا احنا شاده بس كلامنا احنا شاده المصريين بعرفوا كلامنا احنا شاده المخربه بعرفوا الدكتور هاني ده هو من مصر كلامي ما بعرفه أنا كلامهم كلنا نعرفه هم ما بعرفوه هسه قال لنا كلامنا ده بس نحجه فوق وعير فوق كلامنا ده ونقول الشعب هنا شادة والله يعني ما عنده مشكلة مشكلته ده هسه قاعد برفعها فوق وبداوي فوقها عشان ده باسمك يا الأخت الوزيرة أرجون جلال كرئيسة حنا اللجنة نشكرهم وبأسم حنا بريمير أنا مينيستر ديتا مينيستر ديتا ده نشكرهم وباسم حنا شعب حنا تشاد وباسم حنا رئيسنا رئيس الجمهورية نشكرهم وهم قالوا قبل ما بيكمل السنة تاني نلقوا إن شاء الله دواء ونلقوا حاجات كثيرة وندور نكسب الفرصة نشكر الناس اللي بخدموا هنا ده والله خدمتكم عديلة ماشي جيت هسا زرت ما جيت زرت قبل كده الاستوك حلاكم بعد ما زرت الاستوك لقيت الاستوك ما شاء الله نقدر هسا قدمنا معهم وقلنا انجمينا ان ذا تيزا اوبيتال لمركز دخلوا في الاسبوع البجي ده الاسبوع الجاي ده نمشي نزورهم كله ونطوم دواء نقول لهم دواء ده اكربوس سمي دواء ده كان كربتو سوا ده بنفانا وده ان شاء الله نسوه لهني وبعدين كمان نخلو سوق الشيء كمانين ان ممكن انطوك اكل كل يوم واحد بس اكلت ده الامباكر كمان تعز بك كيف دوك علينا عندنا حسه وعندنا ميزانيه اخر كل بجي واخر بجي ونشكر كثير الاخوان الجو ونشكر الحكومه علينا حسه نحج باسمها ونشكر الاخت الوزيره عن المراه وحنايه الطفل ولان من بدت العمل ده والله ما قصرت تلمنا في مكانها ونفكر وكل شيء وان شاء الله نلقوا حل الناس التعبانين هناك كل نقول لهم يا جماعه أصبرونا صحيح النادو الجيعان ده فورين البرمة ده قاتلية لكن ودينا دواء حتى حاليا وده كله بمشي والآخر ده كله الوزيرة بأسم أنا الوزيرة ده قدرت ودت حاجات كثيرة كله الوزيرة أرجون وشكرا شكرا وشكرا كثير شكرا للقعام ومع السلامة Merci nous acclamons plus fort